جند القبطي الذي توفى بعد أيام من تجنيده. يعني هو الحقيقة إنه عرفنا إن بيشوي كان مستلم أو كان رايح التجنيد من كام يوم، ما كملش كتير يعني. وطبعا كان تردد بإنه هو بيعاني أساسا من ارتفاع في ضغط الدم، وإنه تم التعامل من قبل الطبيب بشكل يعني إنه اداله محلول ملح وإنه احتمال يكون هو ده السبب. المهم إحنا هنفهم الحقيقة من والد بيشوي الأستاذ يوسف معانا ومع حضراتكم الآن. أستاذ يوسف، تعزيات السماء لحضرتك وللأسرة كلها. أستاذ يوسف ايوه ممكن تسمعني بس من التليفون بعد إذن حضرتك؟ بقدم لك التعازي باسم البرنامج والقناة، ربنا يعزيكم يا رب. ايوه طيب، كان بالفعل صلاة التالت تمت على بشوي، وكنا عرفنا إنه كان الأستاذ شريف رسمي أجرى حوار مع حضرتك، ايوه وعايزين نفهم من حضرتك ملابسات الأمر وكيف وصل إليك الخبر، ومن إمتى بشوي كان راح التجنيد. الأول بشوي عنده كان عنده كام سنة؟ 23 سنة، إيه دراسته كان؟ لسنت التاريخ. طيب، هي دي كانت بداية تجنيده مش كده؟ كانت بداية تجنيده على حسب ما أو حضرتك جزئية قلت. تجنيد، اتفضل. كان يوم ثلاث، يوم الثلاث كان بيجي من عندنا هو. يوم الأحد الصبح الساعة 11 جالي تليفون من حد من معاه في الوحدة، بلغني إن هو تعبان وودينا المستشفى المعادي. تمام. خدت بعدين جري ورحت، كان معايا والدته، يا دوبك وصلت رمسيس ولقيت واحد نفس الشخص بيكلمني بيقول لي البقاء لله. انتوا ساكنين في شبرا الخيمة ساكن في شبرا الخيمة وتجنيده كان في المعادي. في المعادي تمام. سلاح المشاة. طب لما وصلت بقى وحاولت تفهم اللي حصل. قابلت الدكتور اللي هو بتاع الوحدة بتاعته، قال لي هو كان بيجري في أرض الطابور، حس التعب جالي، قلت له طب ريح جنبي شوية، وزمايله لفوا دور الكيلوات بتاعه وقوموه لف معاهم تاني، ما قدرش يكمل. جاله راح للدكتور تاني بينهد وماسك صدره على كلامه، على كلام الدكتور هو بيحكي لي، فبقول له هو كان سليم، عمره ما اشتكى بحاجة ولا بصدره ولا بأي حاجة. كان بيشتكي من الضغط بقاله فترة كبيرة، ضغط مظبوط، لكن هو سيادتك قال لي ده كان طب الضغط بتاعه واطي. يعني هو بيشتكي من الضغط اديله الواطي ولا العالي لا طول عمره؟ العالي العالي العالي، العالي. عمر عمر ضغطه ما وطي، فاللي قالوا لك اللي عمر قالوا لك ضغطه ان هو كان وقتها ضغطه واطي. واطي، وصل 70 90، وانا عمر ابني ما وصل ضغطه للمرحله دي. ابني لما كان بيبقى ضغطه 150 كان بيقول لي ان انا كده ضغطي كويس. تمام. فبالتالي دكتور اتفضل كمل. الدكتور بيقول لي ده انا لما لقيته في الغوط اديت له حبايه ملح بيستخدموها هناك ايوه. تحت لسانه وما استجابش، فلقيته بينهج بطريقه غريبه كده اهوت. عملت له اسعافات وعلقت له محلول وما استجابش، خدته وطلعت على المستشفى، دخل وجاء على الانعاش على طول، ايوه. فحطوه على الجهاز، القلب استجاب 3 مرات والرابعه ما استجابش. طيب، يعني اللي اتقال ان هو نتيجة للضغط الواطي وانه كانوا حاولوا بيتعاملوا معاه وانه يعني ما كانش فيه استجابة حتى بعد ما كان قلبه وقف، عملوا له كذا ايوه محاولة وما نجحتش. طيب، بالظبط. دلوقتي حضرتك شايف اي يعني اي شبهة في انه يكون هذا الخطأ خطأ طبيب؟ هو يعني انا مش عايز اظلم حد، بس هو اكيد اكيد يعني هو خطأ من الطبيب. طيب، هو طبعا دلوقتي انا طلبوا هم اللي طلبوا انه على حسب الكلام اللي كان مكتوب من الاستاذ شريف رسمي ان هم قالوا لحضرتك انه لازم يتم تشريح للجثمان علشان يتعرف السبب، وانه كنت حضرتك رفضت. هل ده اللي تم؟ نعم. بالظبط بالظبط بالظبط.
انا وكيل النيابه كان النائب بتاعه ولا المندوب بتاعه ادهوني كلمني وقلت له انا مش عايز ابني الشرح. ما كنتش مش عايز انت مش حابب كده يعني؟ ما كنتش حابب، لا لا لا، لان انا شفت جسم ابني ما فيهوش ولا ضرب ولا كتمات ولا اي حاجه. تمام. بس هم كانوا يعني طالما ان هو طالما انه توفى طبعا في اثناء الخدمه العسكريه، اعتقد انه ده ضروري انه يتم تشريح الجثمان لمعرفه سبب الوفاه، مش كده؟ ده اللي قاله لك؟ بالظبط. ايوه بالظبط كده، لان جه الدكتور بتاع الصحه ما عرفش يحدد سبب الوفاه. ايوه. قال في التقرير بتاعه، قال له ما مش واضح سبب الوفاه. نعم. فعشان كده وقت النيابه صممت على البشري. تمام. طبعا يعني هو برضو علشان حضرتك كمان برضو تعرف وتبقى يعني قلبك مطمن على السبب، ولكن طبعا حضرتك عارف دي إرادة ربنا، وربنا يا رب يعزيكو ويعزي والدته ويعزي كل الأسرة. حضرتك تحب تضيف حاجة تاني يا أستاذ يوسف؟ أنا بثق في عدالة النيابة العسكرية، وأرجو يعني إن يدل على سبب الوفاة. إن شاء الله. أتمنى من ربنا. قالوا لحضرتك في خلال قد إيه تقريبا هيتم إعلان النتيجة وتنتهي إجراءات التشريح؟ قالوا لي بعد 4 أيام. 4 أيام. طب ده كويس إن مش هيبقى في أربع وقت. أيام تمام. تروح النيابة العسكرية تاخد صورة من المحضر. تمام. يعني ان شاء الله ربنا يطمنكم، ربنا طبعا يعني بس يريح قلبك تعرف السبب، ولكن لكن في المستشفى بتاعت جنهم قالوا لي من 20 يوم لشهر النتيجه تبان. تمام. يعني احنا هنتابع مع حضرتك يا استاذ يوسف، وان شاء الله برضو كلنا محتاجين عايزين نعرف يعني ايه سبب الوفاه، وربنا يديكم العزاء يا رب والصبر. انا عارفه طبعا انها صعبه جدا، ويعني يوسف كانت يعني دي فتره التجنيد اللي المفروض انه كان ينتهي منها ويكمل حياته، ولكن هو في مكان افضل بالتاكيد. 5 أيام في الجيش وأروح أستلم بص يعني عدل يعني. أنا صعب. عايز أعرف التأثير من إيه يعني. صعبة طبعا طبعا يا استاذ يوسف. يعني ابني ماشي قدامي شخص سليم، وعمره ما يعني ولا صداع ولا مش بتاع سجاير ولا بتاع دخان ولا أي حاجة ولا بتاع برشام ولا أي حاجة. طب هو ما حدش عارف انه المفترض، او يعني اقصد انه المفروض انه التاريخ الصحي بتاعه ان هو بيعاني دائما من ارتفاع في ضغط الدم يعني، والكشف الطبي بتاعه كل حاجه يعني، الطبيب ده لم طب يطلع ما في كشف طبي. يعني ما اطلعش على انه المفترض انه لما يجي له بضغط واطي ان دي حاجه غريبه، وانه ما كانش مفروض يتعامل معاه بمحلول الملح وهو شخص مريض ضغط عالي اساسا. انا اتفاجئت ان هو بيقول لي كده اهوت. انا اتفاجئت ان هو بيقول لي كده، استغربت جدا يعني. تمام. يعني عموما يمكن ده برضو يعود الى انه لما بيكون في حاله داخل تعبان يمكن ما بيكونش فيه ان هو يجيبه التاريخ الطبي بتاعه. انا مش عارفه طبعا ايه اللي بيحصل يعني، ولكن زي ما بنقول في الاول وفي الاخر دي اراده ربنا، وربنا يعزيكوا يا رب. وهنتابع معاك، بشكرك جدا جدا وجودك معانا برغم كل الظروف دي، وتعزياتنا لكل الاسره ولكل اصحاب ومحبي بشوي، ومنتظرين مع حضرتك نعرف التقرير. وطبعا بنشكر الاستاذ شريف رسمي هو اللي وصلنا بحضرتك، وان هو برضو كان اطلعنا على كل التفاصيل دي من امبارح، وانه حضر معاكم صلاة الثالث. ربنا يا رب يديكوا العزاء.